loyalty to the nation state was being. أحييكم من الـ LBCI، إليكم أبرز العناوين. لبنان مدعو إلى جنيف 2، حوار عن بعد وإشارات متبادلة بين أوباما وروحاني في نيويورك، ولبنان يغرق في سيول أيلول. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجل. لم يعد السؤال ماذا في نيويورك، بل ماذا بعد نيويورك؟ فالحوار من بعد بين أوباما وروحاني يستدعي متابعة حثيثة لتبيان إذا كان مناورة متبادلة أم بداية حوار حقيقي. هذا الملف يستدعي استكشاف الموقف الإسرائيلي الذي يراقب بأهمية بالغة المدى الذي سيبلغه هذا الحوار. وفي الانتظار يبقى الملف السوري مركز اهتمام في نيويورك وما بعدها. ففي وقت عاد فيه المفتشون إلى دمشق، طرأ اليوم تطور بارز جدا تمثل بإعلان 13 مجموعة مقاتلة، في مقدمها جبهة النصرة وأحرار الشام الإسلامية ولواء التوحيد ولواء الإسلام، عدم الاعتراف بالائتلاف السوري المعارض. ويرى محللون أن هذا التطور يضعف موقف الائتلاف قبل احتمال انعقاد جنيف 2. الائتلاف سارع إلى الرد من تركيا، فأعلن بلسان المتحدث باسمه أنه لا يسعى إلى اعتراف من جبهة النصرة أو أي جماعة تنتمي إلى القاعدة. لبنانيا، وفيما الرئيس سليمان يواصل لقاءاته في نيويورك، فإن الأنظار توجهت منذ الآن إلى الرياض التي يزورها رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل، وأهمية هذه الزيارة في إمكان حسم ملف تأليف الحكومة. البداية من نيويورك مع الزميل بسام أبو زيد الذي يطلعنا على ما اتفق عليه في اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية هناك. بسام، كيف يمكن أن توجز حصيلة لقاءات رئيس الجمهورية؟ بداية، رئيس الجمهورية قال بعد كل هذه اللقاءات بأنه كان مرتاحا جدا لكل الاجتماعات التي عقدها، ولا سيما مع الرئيس الإيراني روحاني ومع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف. وتمنى رئيس الجمهورية أن يكون حرص اللبنانيين على لبنان كما هو حرص الذين التقاهم اليوم هنا في نيويورك في الأمم المتحدة. سأبدأ باللقاء الذي عقده مع الرئيس الإيراني روحاني. هذا اللقاء كان لقاء إيجابيا، روحاني أكد فيه دعم لبنان ودعم المقاومة في لبنان، وشدد على أن الحل في سوريا يجب أن يكون حلا سلميا، وتحدث عن التوتر القائم بين إيران وبين المملكة العربية السعودية والبحرين. هذا التوتر الذي قال بأننا نسعى إلى إيجاد حل له. وأيضا أعلن روحاني للرئيس سليمان بأنه يدعم المقاومة ويدين الإرهاب الذي يتعرض له لبنان. اللافت أن روحاني لم يتطرق إلى يعني الرسائل المتبادلة بينه وبين الرئيس الأمريكي أو بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة. اللقاء الثاني الهام كان مع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف. في هذا اللقاء أيضا أكد لافروف بأن لبنان سيدعى إلى مؤتمر جنيف 2 في إطار دعوة دول الجوار جوار سوريا، الدول التي يعني تجاور سوريا. وشدد لافروف أيضا إلى أنه مع وحدة وسيادة لبنان ويدين الإرهاب أيضا، وأكد بأن روسيا ستقف إلى جانب لبنان وستقدم في المؤتمر الذي سيعقد بعد ظهر اليوم هنا في نيويورك 5.6 مليون دولار للبنان. هنا أود الإشارة إلى أن القرار المتعلق بسوريا وحسب ما علمنا من المصادر الروسية يعني توضع التفاصيل النهائية عليه. فيتالي تشوركين المندوب الروسي يضع بعض الملاحظات على هذا القرار ويتوقع أن يصدر في خلال اليومين المقبلين، ولن يكون تحت الفصل السابع، ولكن سيتضمن هذا القرار بأنه في حال لم تلتزم سوريا بما ورد فيه سيعود مجلس الأمن للانعقاد واتخاذ التدابير اللازمة. أود الإشارة أيضا إلى أن رئيس الجمهورية التقى أمير دولة قطر تميم بن حمد، التقى الرئيس التركي عبد الله جول، والتقى أيضا الرئيس التونسي ورئيس جمهورية اللوكسمبورغ. وبعد الظهر سيكون له لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وسيعقد المؤتمر الخاص بمجموعة الدعم يعني الدولية للبنان. ماريو. الزميل بسام أبو زيد. كيف تجلى الأداء الإيراني في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؟ في أول احتكاك مباشر له مع الأسرة الدولية،
خرج الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصورة معتدلة ومنفتحة إلى حد كبير. في كلمته والتي خلت من النبرة المناهضة للغرب، تطرق روحاني إلى الملفات الحساسة بطريقة لينة، ففي عقيدة الدفاع الإيرانية لا مكان للأسلحة النووية، وطهران لا تشكل أبدا تهديدا للعالم، قال روحاني، مضيفا أن بلاده مستعدة للشروع فورا في محادثات لبناء الثقة مع الولايات المتحدة. أما عن الحرب السورية فقد أعرب روحاني عن إدانته أي استخدام للأسلحة الكيميائية، إلا أنه أردف قائلا أن أي استخدام للقوة العسكرية سيؤدي إلى مزيد من العنف. وعلى الرغم من خيبة ظن الكثيرين الذين توقعوا لقاء بين الرئيسين الأمريكي والإيراني على هامش الجمعية، إلا أن مصافحة وصفت بالتاريخية وقعت بين روحاني والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، تلاها لقاء جمعهما هو الأول منذ العام 2005 بين زعيمي البلدين. ليونة وانفتاح روحاني لم تنتهي هنا، إذ فاجأ الكثيرين بإدانته في مقابلة مع محطة CNN الجرائم التي ارتكبها النازيون بحق اليهود، على عكس سلفه محمود أحمد نجاد الذي دأب على نفي وجود المحرقة. وعشية زيارة واشنطن، نتنياهو يتعرض لحملة انتقادات إثر مواقفه من روحاني وملف إيران النووي. شهدت المؤسسة الإسرائيلية خلافات جدية حول كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتعرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لانتقادات حادة من وزراء ومسؤولين، خصوصا إثر أوامره للمندوبين الإسرائيليين بمغادرة القاعة خلال إلقاء روحاني كلمته. ستقوم إيران على غرار ما قامت به كوريا الشمالية في الماضي بمحاولة الحصول على رفع للعقوبات، وذلك من خلال تقديم تنازلات تجميلية مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بقدرتها على إنتاج سلاح نووي. وزراء في الحكومة حذروا من أبعاد موقف نتنياهو عشية لقائه مع أوباما الاثنين وما قد يلحقه من إساءة للعلاقات مع واشنطن، ويظهر إسرائيل كرافضة للسلام. وخرج سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل دان شابيرو بتصريحات يعلن فيها أن بلاده مصممة على منع إيران من حيازة الأسلحة النووية، لكن إسرائيل واصلت تصعيد حملتها ضد إيران بهدف تجنيد المجتمع الدولي إلى جانب موقفها المشكك في نوايا روحاني والتحذير من استغلال الوقت لصناعة قنبلة نووية. أوباما أكد على التزامات الولايات المتحدة بمنع إيران من التسلح النووي، ولكن هناك حاجة للتأكيد أنه في حالات خاصة لا مفر من استخدام القوة. ويستكمل نتنياهو حملته هذه في الإصرار على الشروط التي سيطرحها أمام أوباما لمواجهة النووي الإيراني، وهي وقف كل أعمال تخصيب اليورانيوم، إخراج اليورانيوم المخصب من تخوم الدولة الإيرانية، ووقف مسار إنتاج البلوتونيوم الذي يعتبره الإسرائيليون سبيلاً آخر للوصول إلى سلاح نووي. في إسرائيل يشعرون أنهم لم يؤثروا على الموقف الأمريكي والدولي، لكن هذا لا يمنعهم من مواصلة المحاولة. لعل واشنطن تضطر إلى الدخول في محاولة تهدئة للموقف الإسرائيلي إزاء مكاسب في ساحات أخرى كالدعم الأمني والمفاوضات مع الفلسطينيين. أمال شحادي من مدينة حيفا. عودة المفتشين الدوليين إلى دمشق، والائتلاف المعارض يرد على فصائل معارضة. مفتشو الأمم المتحدة إلى سوريا در عادوا إلى دمشق لاستئناف التحقيق في استخدام أسلحة كيميائية، حيث سيقومون بدراسة 14 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية، لا سيما في 3 مواقع كان يفترض أن يزوروها في المرة السابقة عندما منعهم الهجوم بغاز السارين في 21 من آب في الغوطة من ذلك، على أن يقوموا برفع تقرير نهائي قبل نهاية تشرين الأول كما أمل رئيس الفريق. أبرز المناطق التي سيزورها المفتشون: خان العسل، هي الواقعة في ريف حلب، تعرضت في 19 أذار لهجوم بصاروخ سكود، قيل في وقت لاحق إنه يحتوي على مواد كيميائية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 مدنياً وجرح 150 آخرين. يومها تبادل كل من النظام والمعارضة الاتهامات بشأن الهجوم. لماذا خان العسل؟ ربما لأن موسكو
أصرت مرارا على وجوب زيارتها بعدما اتهمت معتمدة على تقرير أعده خبراء روس المعارضة بالهجوم. على خط موازن، رفض 13 فصيلا من مقاتلي المعارضة، قيل إن من بينهم جبهة النصرة وكتاب أحرار الشام الإسلامية ولواء التوحيد، رفضوا العمل تحت لواء الائتلاف الوطني السوري المعارض في الخارج، مطالبين بإعادة تنظيمه في إطار إسلامي. فإن الائتلاف والحكومة المفترضة برئاسة أحمد طعمة لا تمثلها ولا تعترف بها. إلا أن الائتلاف رد بالقول أنه لا يسعى لنيل الاعتراف من أي جماعة تنتمي إلى تنظيم القاعدة. قتيل وجريحان في إطلاق نار على سيارة لم تمتثل لحاجز في عرسال، فماذا في التفاصيل؟ فجر الأربعاء خرج من عرسال فان يقل ركابا سوريين ولبنانيين لونه أبيض، وصل إلى حاجز للجيش اللبناني في منطقة عين الشعب. توقف عند الحاجز، طلب منه العسكري ركن الفان إلى يمين الطريق للتدقيق في هويات الركاب وتفتيشه، فما كان من السائق وهو لبناني من عرسال اسمه نبيل البريدي إلا أن استدار وانطلق بالفان باتجاه عرسال. هذا ما ورد في بيان قيادة الجيش مديرية التوجيه. مصادر عسكرية كشفت للLBCI أن عناصر الجيش عند الحاجز أنذروا السائق بالتوقف، وعندما لم يمتثل أطلقوا النار على إطارات الفان في محاولة لإيقافه، وعلى الرغم من ذلك لم يمتثل وأكمل الطريق، ما اضطر عناصر الجيش إلى إطلاق النار مجددا، الأمر الذي أدى إلى مقتل أحد الركاب وهو السوري أحمد فرحات بكور وإصابة 2 آخرين بجروح غير خطيرة. هذه الرواية الرسمية، لكن لرئيس بلدية عرسال وأحد الركاب رواية مختلفة. موصلين على الحاجز ردين هنا العسكرية، رجعانين هنا رجعانين، هلا حدا من العسكرية يعني مغلط مقوس على الفان رشي الجيش ولادنا وأهلنا، بس كمان يعني في بعض أفراد من الجيش، بعض ما فينا نقول الجيش لأنه عايب، في بعض أفراد الجيش عم يتصرف تصرف غلط، هذا حسابنا على القيادة من أهل عرسال. وقفنا الحاجز بياخذ منا الهويات هو وبيروح فيشهم، بردهم بعد شوي بيقول له رجعنا على عرسال، دور الفان وراجع على عرسال، زحط دولابه قال له حكي العسكري، قال له ليش شفطتم وكذا، ثلاث انه هو يا شوي وقال له روح، هو طلع الفان وبلش طر رصاص علينا اجا واحد استشهد. بيان قيادة الجيش أفاد أن أحد المصابين تمكن من الفرار مع الركاب الآخرين فيما عاد السائق وسلم نفسه، وقد تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص لكشف ملابساته. قائد الجيش العماد جاهوجي أثنى على الإنجازات التي تحققها الوحدات العسكرية في مجال ضبط الأمن وكشف الشبكات الإرهابية، لافتا إلى التدابير التي اتخذها الجيش أخيرا في الضاحية الجنوبية لبيروت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. وفي خلال تفقده لواء المشاة السابع في منطقة السعديات، شدد أهوجي على وجوب التدخل السريع والفاعل لمعالجة مختلف الحوادث الأمنية وعدم التهاون مع العابثين بالأمن إلى أي جهة انتموا، داعيا العسكريين إلى الجهوزية الدائمة والاستعداد لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالوطن. بدأ بطريرك بابل على الكلدان في العالم مار لويس رفائيل ساكو زيارة إلى لبنان تستمر حتى 30 من الشهر الجاري، ومن المطار تحدث عن أهمية الحضور المسيحي في لبنان والشرق. أكيد أقول للمسيحيين أيا كانوا في أي بلد كانوا أنه ألا يهاجروا، الهجرة هو انسحاب من الساحة، هو فقدان أيضا هوية، ماذا يكون في بلدان الانتشار هم لاجئون ومهاجرون، بينما هنا لهم هوية، لهم أرض، لهم تاريخ، لهم دور، يجب أن يكون لهم صبر وتحمل، والأمور غير ممكن أن تبقى إلى الأبد على ما هي. المدارس الرسمية في لبنان عاجزة عن استقبال الطلاب السوريين. وزارة التربية قررت تمديد فترة التسجيل في المدارس الرسمية حتى 10 من شهر تشرين الأول المقبل لاستيعاب جميع الطلاب اللبنانيين والسوريين، لكن يونس، ريهام، يوسف وهيام أربعة أطفال سوريين لم يبدأ عامهم الدراسي بعد. أولادي صار لهم هون تقريبا شي سنة وأربع شهور، برمت على المدارس اللي حدي، يعني في أقرب شي مدرسة حدي هون، رحت أول مرة قالوا لي بعد ما أجانا شي من الوزارة، رحت المرة الثانية كانت المديرة مش موجودة، ف
رحت المرة الثالثة قالت لي ما عاد في عنا شاغر. يبدو أن تمديد فترة التسجيل لا قيمة لها في ظل حديث مدراء المدارس الرسمية عن بلوغهم الحد الأقصى من القدرة الاستيعابية، ولذلك تعمل وزارة التربية بالتعاون مع اليونيسف على مشروع التعليم غير النظامي. اللي بيوصلوا في أمكنة من بنستوعبون، إذا ما في أمكنة بالصفوف أو بالشعب رح ناخذ بعض الظهر. عملنا نحن مثل منهج مبسط مسهل للأطفال حتى ياخذوا أكثر من صف، يعني ياخذوا حلقة الأولى كلها بظرف أقل وقت لقدروا يلتحقوا بالتعليم النظامي. هدفنا نوصل ل 200 ألف طفل، بس لنوصل ل 200 ألف طفل نحن هلأ بالوقت الحالي عم ننادي بدنا 35 مليون دولار تنقدر نعملهم. من ال 35 بالوقت الحالي ما عنا أقل من ربع هيدا القيمة. هي مشكلة متشعبة، أعداد الطلاب تفوق قدرة المدارس الرسمية على استيعابها، وخطة احتواء باقي الطلاب السوريين ليست مضمونة في ظل غياب التمويل الكافي لها، والنتيجة آلاف الأطفال السوريين يخسرون حقهم في التعلم ليكونوا ضحايا حرب الكبار. مخاطر التدخين والخطأ المادي وماراثون المضاجعة لن يشمل لبنان، تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، نتابع النشرة مع سيول أيلول. الأمطار التي شهدها لبنان حولت الطرق والأوتوسترادات إلى شبه أنهر وبحيرات، والسيول اجتاحت المنازل. ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تسقط فيها أمطار غزيرة على ساحل كسروان، لكن الكمية الهائلة التي تساقطت خلال ساعة ليلة ثلاثاء على المنطقة معطوفة على إهمال في تنظيف مجاري تصريف المياه على الأوتوستراد تسببت ببحيرات لم يكن ينقص ركاب السيارات العالقة سوى رمي شباكهم فيها. لأربع ساعات وحتى الثالثة فجرا عملت رافعات قوى الأمن بالتعاون مع الدفاع المدني على سحب السيارات المعطلة والركاب المحتجزين. هنا بين النهرين أو بين الذوقين، ذوق مصبح وذوق مكايل، غمرت المياه السيارات والمستودعات والمنازل المنخفضة، كيف لا والأبنية شيدت في مجرى النهر الشتوي. جوا انتزع كل شيء، فيه روليت قماش والمكانات كله موتورايزد سيستم وهيك كله راح. هل شاهدتم نهرا يعبر بين المنازل؟ المشهد في الذوق ليلا. هنا الكارثة كبيرة، سيول وحول النفايات كلها باتت داخل المنازل. انا امبارح بالليل مش نايمين، لا كله طين وزبالة، كلها مطرقات، كلها طين وزبالة. خرب البيت مش عم نظفه، ما كنت شايفين يا ماما، انتو أصدق مني شوفوا. اوكي اجا زلزل وهجم علينا وخلع قلبي مثل ما انك شايف. مواطنون خسروا قسما من ممتلكاتهم وتضرر البعض الآخر، واضطروا مع ساعة الليل إلى فتح فجوات في الجدران لإخراج المياه. طوافين بقلب البيت، يعني المي لسويت تخوتي لفوق، يعني ما في عسويت مبينين دحن عسويت الحياة تكونن. بلدية ذوق مصبح أوجزت أسباب المشكلة. العمار بقلب السائي، كل مية كسروان تمرق بقلبها، إجوا عمروا فيها ورخصوا لهم أكيد. مين اللي رخصهم؟ أكيد مين مسؤول عن الترخيص، يعني في التنظيم المدني هو مسؤول بدرجة أولى وفي البلدية أكيد، بس هو تعمروا بأيام الحرب، يعني عم نعمل حد مجرير للماء وكل شيء، بس لحد هلا يعني الشتاء اللي نزل امبارح كانت الكميه هايله. هل هو البناء المخالف ام تلكؤ البلديات ام قله وعي المواطنين ام تقاعس الدوله؟ ربما كل هذه الاسباب توصل الى هذه النتيجه البشعه. النيويوركر تكشف معلومات جديده عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري. في سياق تحقيق مطول عن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، نشرت مجلة نيويوركر الأمريكية أن المدعين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يملكون أدلة مقنعة بأن حكومة الرئيس الأسد متورطة في اغتيال الرئيس الحريري. ونقل كاتب التحقيق ديكستر فيلكنز عن مسؤول كبير في المحكمة لم يذكر اسمه أن هناك أسبابا للشك في الإيرانيين أيضا، وبأن حزب الله هو الذي ضغط على الزناد ولم يكن ليفعل ذلك من دون مباركة سوريا وإيران ودعمهما اللوجستي بحسب مصدر نيويوركر.
وتابع في الكنز نقلا عن المصدر ذاته أن أحد الهواتف التي يعتقد أن القتلة استخدموها أجرى 12 اتصالا على الأقل بإيران قبل عملية الاغتيال وبعدها. وتابع في الكنز أن أجهزة الاستخبارات الغربية تعلم من نفذ الاغتيال وبأنه تم التنصت على أحاديث إيرانيين كانوا على الخط يديرون العملية. وتعليقا على هذه المعلومات نقل فيلكنز عن روبرت باير المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA قوله إذا كانت إيران فعلا متورطة فلا بد أن يكون قاسم سليماني في قلب هذه العملية. محطة البحصاص في انتظار الركاب. كان من المفترض أن تمتلئ هذه الساحة بالباصات والفانات لتقل الركاب من وإلى طرابلس. المحطة افتتحت منذ نحو الشهر في منطقة البحصاص، وكان الهدف من إنشائها التخفيف من ضغط زحمة السير في ساحتي التل والنور، إلا أن النتيجة أتت عكس التوقعات. نحن بنلحق رزقتنا الركاب بيجوا من عكار لهون قبل هونيك، الضنية بيجوا لهون هذا التل، هونيك البحصاص ما في إلا ركاب الكرة. ما بيمشي الحال، لأنه كل الركاب هون. إذا ركب بده يدفع 1000 ليوصل لهنيك بالتاكسي، وبعد بده يدفع 4000 صار أجاره 5000. للوصي على فكرة المحطة الجديدة نظرة تفاؤلية لا يشاركه بها سائقو السيارات العمومية. تجربة بإذن الله ناجحة 100%، واليوم إذا بتمرقي بمدينة طرابلس خالي بنسبة 90% من الهجأة اللي كانت موجودة فيها سابقا. في كراجات هون، في كراج لحدب وكراج لطوب وفي كراج هون، الواحد وين بده يروح؟ ما بتروحي بتوقفي عنده بيغدك على الحجاز. الشرخ إذن بين السلطة والمواطن لا يزال كبيرا. المحطة التي شيدت من أجل الناس لم تناسبهم، يبقى ذلك أهون ربما من محطة للنقل المشترك شيدت منذ سنوات على ضفة نهر أبو علي لتتحول إلى سوق الأحد الشهير. المحطة صرف عليها ما يقارب 14 مليار ليرة بحسب الأيوبي، وكأن جيبة طرابلس الفقيرة تطفح بالأموال لهدرها. خطأ مادي، هدية مجانية لشركات التبغ في لبنان. كان من المفترض أن تتحول علب الدخان من هذه إلى هذه، توضع عليها تحذيرات خطية عن مخاطر التدخين ابتداء من الشهر المقبل، غير أن وزارة المالية أرجأت موعد صدور النص التحذيري إلى آذار، وذلك بسبب خطأ في المرسوم التطبيقي حسب ما قالت. طلبت LBCI من الوزارة تفسيرا لهذا الخطأ لكنها لم تستجب. ينص القانون 174 لمنع التدخين على أن التحذيرات يفترض أن تغطي 40% من إجمالي العلبة. كان في لغط بتفسير القانون بمرحلة ما بين وزارة المالية وإدارة الريجي ووزارة الصحة والبرنامج الوطني، هل 40% كيف رح تكون؟ حديث عن لغط لم يتمكن المعنيون من تفسيره بوضوح. وتصف الدكتورة ريما نقاش عضو الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174 سبب التأخير بالمراوغة، فالمرسوم صدر منذ سنة وكان هناك وقت كاف لتعديله. وتقول أن التحذيرات هذه جزء لا يتجزأ من حملة الحد من التدخين. بتشكل نوع من الحملة المجانية، حملة تثقيفية مجانية، ودراسات أرجت تقييمية أنه في تأثير قوي على المدخنين وغير المدخنين، وأكثر شيء مع الشباب وقت يشوفوا شو هن الأمراض اللي عم بيؤدي إلى التدخين. يقول سنان أن وزارة الصحة ضد التأخير، غير أنها اضطرت للاستجابة إلى طلب إدارة الريجي. إدارة الريجي طلبت أنه فترة منشان ينسحب كل الدخان اللي بالسوق اللي عليه واللي موجود ستوك بقلب البلد ما عليه تحذيرات صحية. وعدونا انه كل العلب اللي عم تنتج جديد عليها التحذيرات. والسؤال هنا، كيف بدأت الريجي بتصنيع العلب الجديدة إذا هناك خطأ في تفسير توزيع 40%؟ وكيف تسمح كل من وزارة الصحة والمالية للريجي بصرف مخزونها وذلك على حساب صحة المواطن؟ الإبداع لا يموت، رسالة أراد أن يوصلها عدد من الفنانين التشكيليين السوريين في بيروت. حاملين وجع سوريا وألامها في منحوتات ولوحات فنية، قدم فنانون تشكيليون سوريون من رواد الحركة التشكيلية السورية ومعاصرين معرضا في غاليري مارك هاشم في بيروت تحت عنوان الإبداع لا يموت بعدما بات الفن في بلادهم مجرد ذكرى. هنا الرأس انفصل عن الجسد كحال العالم العربي بحسب الفنان مصطفى علي. قطع المسافة
بين الرأس اللي هو مركز للتفكير ومركز للقيادة ومركز للتغيير وبين الجسد اللي هو بياخذ الأوامر من الرأس. هذا الارتباك الحقيقة هو كان موضوع أنا بيشغلني لأنه أنا شايف عالمنا العربي ملخبط لدرجة فيني أقول ما بنعرف لوين رايحين. هذا ويسلط المعرض الضوء على أعمال فنية قدمت قبل سنوات عدة لفنانين سوريين راحلين، إلا أنها وبمضمونها تحاكي أيامنا هذه. معرض الإبداع لا يموت والذي سينتقل لاحقا إلى باريس يفتح أبوابه في بيروت أمام الزوار حتى 3 من تشرين الأول. البولونية أنيا ليوسكا ممنوعة من الدخول إلى لبنان، فما هي الأسباب؟ لن يتمكن اللبنانيون من الانضمام إلى لائحة 100,000 رجل الذين ستمارس البولونية أنيا ليوسكا الجنس معهم عبر العالم. فعلى ما يبدو ماراثون السكس لن يمر في لبنان، إذ رفض الأمن العام منح ليوسكا تأشيرة الدخول إلى الأراضي اللبنانية بعد بيان أصدره المركز الكاثوليكي للإعلام طالب فيه بوقف ما أسماه الانحطاط الأخلاقي الذي يتعارض مع الدينين الإسلامي والمسيحي. إذن بعد مصر والأردن لبنان ينضم إلى الدول التي ترفض دخول الشابة البولونية إلى أراضيها. وكانت ليوسكا قد أعلنت أنها ستجوب العالم لإظهار الوجه الإيجابي لممارسة الجنس ولأنها تحب الرجال والجنس والمرح، وكان هذا التصريح كاف لكي يرحب آلاف الرجال حول العالم بمبادرتها. أما في لبنان فيبدو أن قرار الأمن العام أثار سخط بعض المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن ما كانت ليوسكا ستفعله في لبنان يبقى أفضل بكثير مما تقترفه أيدي السياسيين بالشعب. كارثة باكستان وأرقام غير مطمئنة للبنك الدولي عن لبنان، التفاصيل بعد الإعلان. أهلا بكم من جديد، نتابع النشرة مع الأخبار الإقليمية والدولية. وقعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين حاولوا منع زوار يهود من دخول المسجد الأقصى، وكانت الشرطة ترافق الزوار ما أثار غضب الفلسطينيين الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات والمفرقعات. الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت فلسطينيين على خلفية هذا الحادث أعلنت أنها ألقت قنابل صوتية لتفريق المحتجين، لكنها لم تدخل المسجد الأقصى. تتشارك إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا مع السلطات الكينية في التحقيقات الجارية في الهجوم على مركز ويست جيت التجاري في العاصمة نيروبي، حسب ما أعلن وزير الداخلية الكيني الذي لم يتوقع ارتفاعا كبيرا في عدد القتلى الذي قدره ب 72، لكنه توقع العثور على جثث لمهاجمين قتلوا في العملية. وكانت حركة الشباب الصومالية المتطرفة قد تحدثت عن مقتل 137 شخصا متهمة القوات الكينية باستخدام الغازات الكيميائية لإنهاء هذا الحصار. إلى ذلك أكدت الخارجية البريطانية اعتقال أحد مواطنيها وهو من أصل صومالي بينما كان يحاول مغادرة كينيا على متن رحلة للخطوط الجوية التركية. ارتفاع محصلة ضحايا زلزال باكستان إلى أكثر من 320. 328 هي المحصلة غير النهائية لعدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مساء الثلاثاء جنوب غرب باكستان بعدما انهارت مئات المنازل المصنوعة من الطين على سكانها. الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر ووصلت تردداته إلى الهند وإيران المجاورتين ضرب منطقة نائية وفقيرة قرب مدينة أوران في ولاية بلوشستان، الولاية الأكبر لكنها الأقل عددا للسكان والأكثر فقرا في باكستان. وفيما أعلنت السلطات الباكستانية حال الطوارئ في قسم من بلوشستان، نقل الجيش الباكستاني مئات الجنود لتقديم المساعدة في أعقاب أسوأ زلزال يضرب باكستان منذ العام 2005 عندما قتل نحو 75,000 شخص شمالي البلاد. أما الغريب فهو بعد حصول الزلزال ظهرت في المياه جزيرة صغيرة من الصخور على ساحل بحر العرب بارتفاع نحو 30 مترا وعرض 60 مترا، ووفق مسؤولون فإن صخورا مشابهة ظهرت قبل 60 سنة في المكان عينه قبل أن تختفي تحت المياه.
وإلى السودان، حيث قتل 6 متظاهرين على الأقل وجرح آخرون في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في خلال تظاهرات مناهضة للحكومة في الخرطوم. وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية التي نشبت منذ 3 أيام على خلفية قرار اتخذته الحكومة برفع الدعم عن أسعار المحروقات. وإلى الصفحة الاقتصادية مع علي فياض. مساء الخير. حذر رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية ببيروت أمين خياط من الكارثة المتصاعدة اللي أصابت قطاع السياحة بلبنان، واعتبر أنه فقط 5% من المؤسسات السياحية محافظة على وجودها والقسم الآخر عم بيقاوم ومصيره الإفلاس. وتحدث عن معوقات القطاع السياحي مثل القيمة التأجيرية المفروضة على الفنادق اللي بتستند على أرقام التخمين على أساس أنها من شغلة بالكامل، علما أنه 90% من المؤسسات السياحية عم بيضل أكثر من نصها شاغر. ودعا إلى برمجة الرسوم المتراكمة على القيمة التأجيرية فضلا عن دعم فاتورة المازوت وخفض ثمن تذاكر الطيران. رح يشكل اللاجئون السوريون إلى لبنان 37% من عدد السكان بأواخر 2014، هذا بحسب آخر أرقام للبنك الدولي بتقرير أصدره اليوم. تقرير بشير أيضا إلى أنه 170 ألف لبناني رح يدخلوا خط الفقر بالأشهر المقبلة، ونحو 300 ألف رح يدخلوا فئة العاطلين عن العمل. أما خدمات الصحة والتعليم فهن بحاجة لأكثر من 1.5 مليار دولار ليعودوا للمستوى نفسه ما قبل الأزمة السورية. تقرير آخر للبنك الدولي بيوضع السعودية بين أسوأ الدول من حيث القوانين الداعمة للمرأة اقتصادياً، وبيقول أن حقوق المرأة تحسنت بدرجة كبيرة عالمياً بالسنوات 50 الماضية، ولكن 128 من أصل 143 دولة شمل التقرير بعد فيها على الأقل قانون واحد بيحرم المرأة من وظائف معينة أو من فتح حساب مصرفي أو الحصول على رأس مال، وهالدول معظمها بجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالتكنولوجيا، أعلنت شركة سامسونج عن طرحها هاتف ذكي بشاشة منحنية كيرفد سكرين بتشرين الأول المقبل بدءا بأسواق كوريا الجنوبية، وهو الأول من نوعه بعالم الهواتف الذكية بعد ما كانت سامسونج قامت باستخدام شاشة منحنية بمجموعة من أجهزة التلفزيون يلي بتنتجها. أنا بلاقيكم بكرة، تصبحوا على خير. وإلى الرياضة مع خالد. مساء الخير. البداية مع كرة القدم، حيث انتظر محبي برشلونة 5 دقائق فقط على انطلاق مباراة فريقهم مع ريال سوسيداد ليسجل نجم البرازيل نيمار أولى أهدافه بالبطولة الإسبانية، ويفتتح الطريق لليونيل ميسي وزملائه للفوز بنتيجة كبيرة 4-1 ويحتفظوا بصدارة بطولة الليغا. بفرنسا كانت المباراة المرتقبة بين مارسي وسانتيتيان مناسبة للفريق الأول ليعيد نغمة الانتصارات ويفوز على ضيفه سانتيتيان 2-0 ويتشارك صدارة البطولة مع موناكو ب 14 نقطة، إنما مع فارق مباراة ويتقدم بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان يلي عنده أيضا مباراة مؤجلة. من ناحيته فريق باريس سان جيرمان صاحب الميزانية الأعلى بالبطولة الفرنسية كان عم يمدد عقد هداف البطولة السويدي زلادان إبراهيموفيتش مع فريق العاصمة إلى نهاية موسم 2016، حيث عبر إبراهيموفيتش عن سعادته بأنه سينهي مسيرته الاحترافية بباريس، علما أنه المعلومات أشارت أيضا إلى أنه راتبه السنوي بيبلغ 16 مليون يورو. بكرة السلة الأمريكية، تحول نجم الـ NBA شاكيل أونيل فجر اليوم إلى أحد الشركاء البارزين بالمجموعة يلي بتملك الحصة الأكبر بفريق ساكرامنتو كينغز، أحد أبرز أندية كرة السلة الأمريكية الـ NBA، ويلي كانت دخلت كشريك بمبلغ 535 مليون دولار أمريكي مع مالكة الفريق عائلة المعلوف اللبنانية الأصل لتقوية فريق ساكرامنتو وإعادته للمنافسة على لقب بطولة الـ NBA. ومع مشاهد شاكيل أونيل والNBA بكون وصلنا إلى نهاية صفحة رياضية، نرجع لنتابع نشرة الأخبار معك ماريو. شكرا لك خالد. وإلى الصفحة الجوية مع فادية. مساء الخير. كمية الأمطار اللي ساقطت ليل مبارح وأدت لفيضانات عديدة ببعض المناطق اللبنانية، وكان الشتاء مثل ما لاحظتوا مشاهدينا كان مختلفة بمنطقة ومنطقة، مثل ما عم بتلاحظوا الفرق ببيروت وصلت لـ 4.2 مليمتر، أكيد عم نحكي بالـ 24 ساعة الماضية، بطرابلس 65.2، بالبقاع 3.4، بسور 0.8، أما بأرطبة 68.5.
بالنسبة لطقس الليلة، طقس عم بيكون قليل الغيوم، الحرارة الليلة على الساحل عم توصل ل 21 درجة. لبكرة الخميس الطقس عم بيكون قليل الغيوم، بكرة الحرارة على الساحل عم توصل ل 30 درجة. الرياح بالإجمال عم بتكون جنوبية غربية، حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة المي 28 درجة، أما نسبة الرطوبة فعم تتراوح بين 60 و80%. طقس الأيام اللي جاي على الشكل التالي، إذا معظم الأيام الطقس عم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا، لنهار الخميس بكرة 30 درجة، بتستقر الحرارة على 30 درجة لنهار الجمعة والسبت، طقس مكمل قليل الغيوم لغائم جزئيا، أما نهار الأحد ارتفاع بسيط لل 31 درجة والطقس عم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا. وليلي كمان صور من أجواء الطبيعة اللبنانية. الصورة اللي عم نشوفها وصلت من بيتر شعيا من جونية، صورة لسيارة غرقانة من وراء الفيضانات بطرابلس. من جديدة غزير لإلسا مطر، صورة من جونية لنبيل أبو عون، وأخيرا من كفر حباب لروجي خوري. هذا كان كل شيء بنشرتنا لليلة. ما تنسوا تعملوا أبلود لصوركم الحلوة على www.lbci.com/weather. عودة لك ماريو. شكرا فاديا، نأتي إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.